جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. كتبوا بدمائهم قصص البطولة والفداء، خلدت أسماؤهم في سجلات البقاء أمانة في ضمير الوطن، ميراثاً خالداً على مدى الزمن. شهداء العسكرية المصرية، خيرة الأبطال، ذكراهم حية. 9 مارس يوم الشهيد، ذاكرة حية لأمة أبية. أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد، والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في 9 من مارس عام 1969. وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجند المجهول. سلام الشهيد، سلام زينة. كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وفي نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عدد من كبار قادة القوات المسلحة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، كذلك جهود القوات المسلحة المصرية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة ملف التدريبات المشتركة بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بزيارة وزير الدفاع الأمريكي لمصر، والتي تأتي امتداداً لعلاقات راسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات العسكرية، وحرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة في العديد من المجالات على نحو يلبي المصالح المشتركة للبلدين. من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي على حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية مع مصر كونها دولة محورية ورائدة بالمنطقة، فضلا عن دورها الداعم للأمن والاستقرار والسلام بالشرق الأوسط، معربا عن تطلعه بأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك في المجال العسكري. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة،
وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم. وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لجهودهم الوطنية المخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير للقوات المسلحة التي حرصت على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا خدمتهم بكفاءة واقتدار ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه. كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين تكريما واحتفاء لما تحملوه من مسؤولية اجتماعية كبرى لتوفير المناخ المناسب لاستكمال مسيرة العمل والعطاء بكل تفان وإخلاص. تزامناً مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذي يوافق 9 مارس من كل عام، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، تم من خلاله الإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام. وأكد اللواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يعكس مدى تلاحم القائد مع جنوده في الصفوف الأمامية، وأن ذلك الاحتفال يأتي تأكيداً على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة، مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق أرقى أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، تقديراً لما قدموه من تضحيات سطروا بها أسماءهم بأحرف من نور في سجلات حب الوطن. مصر دايماً ولادة، من صلبها خرج الرجال، حلفين يصونوا أرضها ويحققوا ليها المحال. قالوا الشهادة أمل وحلم بنتمناه، والصورة لملامح بطل كتب وصيته وقال قال البطولة اختيار، بس الشهادة قدر. 9 مارس يوم الشهيد، ذاكرة حية لأمة أبية.